اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العربيه والدوليه والمحليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الهيئه نت ارتفاع ضحايا القمع الحكومي في التظاهرات الغاضبه الى 156 شهيدا في بغداد والمحافظات. في العربة اللندنية وثائق متداولة لجهات أمنية تحذر من تصعيد الاحتجاجات في 25 من أكتوبر ضد الحكومة العراقية. في الشرق الأوسط بكين تحذر واشنطن من إقرار قانون بشأن الحريات في هونغ كونغ. في عربي 21 أردوغان يرفض مقترحا أمريكيا ويقول إنه لن يوقف نبع السلام ولا تفاوض. في القدس العربي مئات الحرائق في لبنان والحكومة تعجز عن السيطرة وشائعات تروج حول افتعالها. في العربي الجديد أردوغان يقول إنه أبلغ ترامب أن أنقرة لن تعلن وقف إطلاق النار شمالي سوريا. وفي المدى البرلمان في العراق يطلب من رئيس الوزراء الحضور لتوضيح أسباب تغيير نصف حكومته. أهلا وسهلا بكم من جديد، ومن العناوين ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال. رغم أنه مفجع إخفاق الرؤساء الثلاثة وقادة الدولة العراقية الراهنة كافة وبلا استثناء في قراءة التاريخ، رغم كل هذا فإن تجدد انتفاضة الشعب العراقي اليوم رغم ضخامة تضحيته كل مرة تؤكد بالمطلق ليس فشل الحكومة الحالية وحسب، بل وفشل الدولة العراقية ونظامها السياسي بشكله الراهن القائم منذ 2003. هذا مقال للكاتب حسين الهنداوي منشور في صحيفة المدى، نتابع. أما ماهية دولة ديمقراطية تقاسم الفرائس التي تمخضت عن الغزو الأمريكي للعراق في ربيع 2003 والقائمة لحد الآن، فهي حالة شوهاء. فدولة المحاصصة هذه يحكمها رباعي الرعب والفوضى والتبعية والفساد على كل الأصعدة، أي إنها بلا أي هدف يمكن أن ندعوه بهدف الدولة، وهنا تكمن خطورتها القصوى ما دام الأمر يتعلق بالعقبة الكأداء التي أصبحتها هي نفسها في طريق العراقيين لصنع دولة طبيعية وحديثة لهم. ما كان في الذهن من مشروع لدى هذه القوى المتسلطة هو مجرد القفز إلى السلطة بأي ثمن وتقاسمها إذا صعب الأمر، وهو ما تحقق بالفعل، ولم يكن هناك خلاف على الأنموذج، لأن ليس هناك أنموذج إلا إذا اعتبرنا ذلك الهيكل الهزيل الذي أقامه بول بريمر ورهطه على أنقاض الدولة البعثية الرث أصلاً أنموذجاً، وهو شكل رث بالضرورة من نظم الحكم يقوم بشكل لا واعي على الجمع أو بالأحرى الخلط في زمرة واحدة بدل الشخص الواحد بين جملة من السلطات القديمة والجديدة في تشكيلة تمتلك عمليا أو تسعى إلى امتلاك كل السلطات التالية دفعة واحدة ومعا. يتابع حسين الهنداوي إن التجربة التاريخية أثبتت أن الديمقراطية الرثة لا تكتسب مبرراتها الوضعية من السعي إلى إقامة دولة ديمقراطية وحقيقية. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العرب اللندنية. تظاهرات العراق تكشف عن وعي سياسي متقدم لدى الشباب المحتج على الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية. تقرير لصحيفة العرب اللندنية نتابع جزءا منه. وسعى منظمو الاحتجاجات إلى أن تكون المطالب على قدر كاف من الوضوح بما يسمح للجميع بفهمها دون مخاوف، وعنون نشطاء قائمة المطالب بالإشارة إلى أنهم لا يتظاهرون من أجل توفير الخدمات كما تروج السلطة، لأن هذا هو واجب الحكومة ومسؤوليتها، ولا يحاولون إسقاط الدولة بل من أجل إصلاح شؤونها. وللمرة الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات
يتداول نشطاء تعريفات مبسطة للتفريق بين إسقاط النظام السياسي أو إسقاط الدولة برمتها. ومن أبرز المطالب التي جاءت في القائمة المتداولة بين النشطاء إعادة النظر في بعض فقرات الدستور وتعديلها بما يسمح بالتحول إلى النظام الرئاسي بدلاً عن البرلماني، ويمهد لحظر الأحزاب ذات المنطلقات والمسميات والشعارات الدينية، وإلغاء الحلقات الزائدة في نظام الإدارة مثل مجالس المحافظات والهيئات المستقلة من قبيل الوقفين الشيعي والسني ومؤسسات السجناء والشهداء والحج والعمرة وغيرها من المسميات الموجودة لخدمة شرائح محددة بشكل تمييزي. ويبدو أن إصرار المحتجين على تطبيق قانون من أين لك هذا يضمر نية بمحاسبة جميع أركان الطبقة السياسية الذين أثروا على حساب المال العام منذ العام 2003، وهو المصدر الرئيس لرعب الساسة في العراق حالياً. وورد في تقرير العرب اللندنية أيضاً أن المطالب المعلنة لمنظمي الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي فندت المزاعم الحكومية وإعلام السلطة المدعومة من قبل الميليشيات والأحزاب الدينية التي سعت إلى شيطنة خطاب التظاهرات والتركيز على أعمال العنف التي تخللتها فحسب. الآن إلى مقال آخر. إذا قامت بغداد قام العرب، مقال للكاتب فاروق جويدة جاء فيه: كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر على شاشاتها تلال من الذهب والمجوهرات والأموال التي سرقتها أمريكا من العراق، وكان شيئا رهيبا لأنها لم تكن بالملايين ولكن كانت بالمليارات. هذه الصورة منذ أسابيع قليلة، أما اليوم فالتظاهرات تعم العراق. انطلقت المظاهرات بالملايين في كل المدن العراقية تطالب بالحرية والكرامة والطعام، ولم يكن أحد يعرف هؤلاء الجنود الذين يحاصرون الشعب الثائر. هل هم ما بقي من جنود المارينز أم فلول الجيش الإيراني والحرس الثوري أم السلطة التي حرمت الشعب من حقه في الحياة؟ منذ احتلال الجيش الأمريكي للعراق ولا أحد يدري ماذا يجري هناك. نهبت أمريكا البترول والغاز والآثار والتاريخ، وحطمت إيران كل ما كان عراقياً لوناً وأرضاً وتراباً، وغاب العراب تماماً بعد أن سقطت من بين أيديهم واحدة من أكبر الدول العربية حضارة وتاريخاً ودوراً، وتجمعت الوحوش على الغنيمة لكي يسقط العراق في يد المارينز ثم يتسلمه الحرس الثوري ثم تدمر داعش آخر ما بقي من العراق. يتابع فاروق جويدة: لقد غاب العراب تماما حين سقطت بغداد وتجمعت عليها الوحوش من أجل الغنيمة. ويتساءل الكاتب المصري فاروق جويدة أيضا على من تقع مسؤولية تدمير وتقسيم العراق؟ هل على العرب وأنظمتها التي غابت عنها؟ أم على الغرب الذي تآمر عليها؟ لا أدري على من تقع مسؤولية تدمير العراق. هل هي القيادات والدول العربية التي تركته يواجه هذا المصير وحده؟ هل هم جيران الدين والعقيدة وكلاهما طمع فيه؟ هل هي المؤامرة الغربية والحقيرة والكذبة الكبرى عن السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل ومؤامرة الغرب التي صدقها العراق وأصبحت مؤامرة دولية؟ لقد انتفض أخيراً الشعب العراقي رغم أنه محاصر من كل اتجاه، فأمريكا نهبت ثرواته وما زالت. إيران قسمت شعبه من بين السنة والشيعة، والعرب تخلوا عنه إلا ما رحم ربي، وهدمت حشود داعش التاريخ والدين والحضارة، وما زال العراق يقاوم أبناء دينه الذين خربوه وأبناء عروبته الذين تنكروا له
وجيوش الغاصبين من كل شراذم الأرض، حتى إسرائيل تهاجم بغداد بالطائرات والصواريخ. كان سقوط بغداد منذ سنوات أمام الاحتلال الأمريكي أكبر لعنة حلت بالعالم العربي، ولم يدرك أحد يومها أن الطوفان قادم، ولكن الدمار الذي لحق ببغداد سرعان ما اجتاح أوطانا عربية أخرى. إذا قامت بغداد يقوم العرب. وختم فاروق جويدة مقاله بقوله إن احتلال بغداد وغياب نجمها منذ سنوات أدى إلى تآكل الأوطان العربية، فإذا قامت بغداد قام العرب جميعا. الآن إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي، وفيه: الشباب العراقي قرر أن يأخذ زمام الأمور بيده ولا يعتمد على السياسة والبرلمان والأحزاب، وأن ينزع عن رجال الدين من أصغرهم إلى أكبرهم رداء القدسية المذهبية. عن انتفاضة تشرين كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. وكان لظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش وإعلانه مدينة الموصل شمال العراق عاصمة له الحد الفاصل لدى الكثيرين لتناسي أو التعامي أو غسل جرائم المحتل الأنجلو أمريكي، بدءا من الاعتقال والتعذيب إلى القتل المنهجي البطيء باليورانيوم المنظب وإبادة مدن المقاومة. وفر تنظيم داعش الأداة الأفضل لمسح كل ما تم ارتكابه قبله لتقتصر المطالبة بتحميل المسؤولية والعقاب عليه، إلا أن هذه الصورة تغيرت تماماً منذ الأول من تشرين أكتوبر العام الحالي، إذ شهدت العواصم الأوروبية وأمريكا عديد المظاهرات والاعتصامات المساندة لانتفاضة الشباب العراقي الذي قرر أن يأخذ زمام الأمور بيده وأن لا يعتمد على الساسة والبرلمان والأحزاب، وأن ينزع عن رجال الدين من أصغرهم إلى أكبرهم رداء القدسية المذهبية، مطالبا بصوت واحد: نريد وطن، مشخصا بعيدا عن الولاءات الحزبية التقليدية وبحكمة توصل إليها عبر سنوات الصبر على الفاسدين وانتظار صحوة ضمير المستحوذين على ثروة العراق باسم الدين ووجهه الطائفي البشع. إن من ينحني بخنوع أمام السادة يستحق الركل، فمن لندن إلى جنيف إلى موسكو وبرلين، ومن باريس إلى أثينا ومدريد وواشنطن، ومن كندا إلى أستراليا وجميع بلدان اللجوء والهجرة، نظم شباب الخارج المولود معظمهم خارج العراق ولأول مرة عديد المظاهرات المساندة لإخوتهم بالعراق. وقفوا أمام السفارات العراقية وفي الساحات العامة ومقرات الحكومات احتجاجاً وتنديداً بسياسة النظام الفاسد، مطالبين بالتغيير. هيفاء زنجنة تختم مقالها بقولها: إن العراقيين في الخارج تظاهروا مؤكدين تضامنهم بشعارات أعدوها على عجل، وسهروا الليل لطباعة صور شهداء الانتفاضة بأنفسهم، تصرفوا وكأنهم يسابقون الزمن في صياغة هتافات وإعداد منشورات بعدة لغات ليوصلوا أصواتهم إلى مواطني أوروبا وأمريكا، ويتواصلوا في الوقت نفسه مع إخوتهم المعرضين للخطر، منه خطر الموت قنصا وهم يحملون راية الحرية لعراق خال من الاحتلالين الأمريكي والإيراني، تقول زنجنة. المقال الأخير منشور في صحيفة الدستور الأردنية، وفي مستهله: تصر تونس على أن تلهمنا من جديد في المرة الأولى، أطلقت شرارة التغيير بعد أن أحرقت نيران القهر جسد البوعزيزي، فامتد الحريق ليصنع ربيعا عربيا يتجدد كل يوم. مقال للكاتب حسين الرواشدة نشرته له صحيفة الدستور الأردنية. من يدقق في المشهد التونسي كما كشفته الانتخابات الأخيرة التي أفرزت قيس سعيد رئيساً، سيدرك على الفور أن ثورة الحرية والكرامة لم تسقط نظام الاستبداد فقط، وإنما أسقطت معه أفكاراً أوهاماً إن شئت.
سممت أذواق الناس وأذهانهم أيضاً، أسقطت فكرة عزوف الناس عن المشاركة بذريعة أنهم لا يؤمنون بالصناديق أو أنهم غير ناضجين لممارسة الديمقراطية، وأسقطت فكرة العنف الاجتماعي الذي استخدم كفزاعة لتفصيل الديمقراطية المطلوبة على مقاسات جاهزة ومحددة، وأسقطت فكرة الانتصار لطرف دون آخر على حساب الانتصار للوطن، وهي التهمة التي ألصقت بالأحزاب لطردها من دائرة التعددية والوطنية لكي يظل الحزب الواحد منفرداً بالسلطة والحكم. كما أسقطت أيضاً فكرة المؤامرة التي تقف خلف التغيير وفكرة الفوضى التي سيفضي إليها التغيير. إذا كانت صورتنا في عصر حروبنا الأهلية التي رفعت البنادق مع المصاحف وأسفها قد أفزعتنا، فإن صورتنا الأخرى في مرآة إخواننا التوانسة تدهشنا وتسعدنا وتلهمنا أيضاً. فبعد مخاضات طويلة تقلبت فيها تونس بين فصول الضجيج والهدوء، وتغلبت فيها على منطق الخوف والأنانية والاستعلاء، أصبح بمقدورنا اليوم أن نتعلم من تجربة أشقائنا أولاً درس التوافق حين يكون حلاً لمشكلاتنا، وثانياً درس التنازل. يختم حسين الرواشد مقاله بالقول إن تونس تقول لنا وهي تتحدث بالعربي الفصيح، تقول إنه لا يمكن للآخرين مهما كانت قوتهم ومهما اشتد كيدهم ومكرهم، لا يمكن لهم أن يعبثوا أو يتدخلوا أو ينتصروا علينا إلا إذا حنت ظهورنا أمامهم. فالدول والأوطان مثل الأجساد، قد تهاجمها الأمراض ولكنها لا تتغلغل في أوصالها ولا تشل حركتها إذا كانت محصنة، وتتمتع بما يلزمها من عافية. وإلى الأخبار المنوعة، حيث اخترنا لكم هذا الخبر وفيه صنع مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية وهي تبكي لسماعها أصوات مواطنين محاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور جنوب بيروت فجر الثلاثاء 15 من أكتوبر الجاري. الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا هذا الخبر صنع حدثا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع فيديو لمراسلة قناة الجديد حليمة طبيعة التي انخرطت في البكاء أثناء تغطيتها للحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور. وكانت الحرارة العالية في لبنان أدت إلى اندلاع حرائق في مناطق مختلفة من البلاد، كذلك لعبت الرياح دورا كبيرا في امتداد النيران والقضاء على مساحات واسعة من الأراضي، حيث ضربت المئات من الهكتارات المتصلة بعدد من الأبنية السكنية. كما ساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها في منطقة المشرف، واستمرت الحرائق في التهام المناطق المجاورة، إذ وصلت إلى منطقة الدامور ومنطقة عكار أقصى شمال لبنان، وتشير التصريحات الرسمية إلى اقتصار الخسائر على خسائر مادية فقط. إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، نلتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.